يا من هي
Oh.
وصف شريف بشارة القديس يوحنا الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر. في ذلك الزمان كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، فدعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس، ففرغت الخمر، فقالت أم يسوع له: ليس عندهم خمر. فقال: لا لا يسوع، ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعة حسب تطهير اليهود، تسعى كل واحدة منها مترين أو ثلاثة. فقال: فقدموا. فلما ذاق رئيس المتكئ الماء متحول خمرا، ولم يكن يعلم من أين هي. أما الخدام الذي قد استقوا الماء فكانوا يعلمون، دعا رئيس المتكئ العروس وقال له: كل إنسان إنما يأتي بالخمر الجيدة أولا، ومتى سكروا فحينئذ يقدم الدون. أما
الخمر جيدت إلى الآن هذه بلادنا صنايع وفقار الجنين وأظهر أنتم الذين